في الرابع عشر من رمضان من عام 2011، هاجمت القوات السورية مدينة اللاذقية بحراً وبراً، موقعة عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، مما أسفر عن استشهاد 25 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بينهم حالة حرجة، وذلك في القصف البحري الذي استهدف حي الرمل باللاذقية. يذكر أن من بين الشهداء فلسطينيون، وذلك لوجود مخيم للاجئين الفلسطينيين بالمنطقة المستهدفة. وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الزوارق الحربية في العمليات العسكرية الرامية إلى قمع الاحتجاجات. في الرابع عشر من رمضان من العام نفسه، أطلقت المعارضة التركية أوسع حملة انتقاد لسياسة تركيا الخارجية تجاه سوريا. وكان كلام رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان في إفطار السبت الماضي الذي شن فيه حملة قاسية على النظام في سوريا، وأعلن خلاله أن صبر تركيا شارف لحظاته الأخيرة. وكانت ردة فعل زعيم حزب الشعب الجمهوري بمثابة مطالعة شاملة فند فيها أخطاء السياسة الخارجية التركية تجاه سوريا على وجه التحديد. في الرابع عشر من رمضان من عام 2012، اندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيشين الأردني والسوري على حدود البلدين، وصفت بأنها الأعنف منذ بدء الاشتباكات المتقطعة بين الجانبين قبل عدة أيام. وقالت مصادر متعددة في الجانبين الأردني والسوري أن الاشتباكات اندلعت في المنطقة الواقعة بين تل شهاب التابعة لمحافظة درعا السورية وقرية الطرة التابعة للرمثة الأردنية، وتعتبر هذه الاشتباكات الثالثة من نوعها بين الجيشين في أقل من أسبوع. في الرابع عشر من رمضان من العام نفسه، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة الفاو أن نحو 3 ملايين شخص في سوريا بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية وزراعية ومساعدات تستهدف الثروة الحيوانية، مشيرة إلى أن القطاع الزراعي خسر 1.8 مليون دولار أمريكي جراء الثورة المستمرة. في الرابع عشر من رمضان من عام 2013، أكد أبو محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة السورية رفض أهل الجهاد لأي عملية سياسية وانتخابات برلمانية، داعياً إلى إحلال حكم الشريعة والإسلام ومحذراً من أي تسوية سياسية بضغط دولي. وقال الجولاني في شريط مسجل نشر على مواقع إلكترونية الجهادية: نحن كمسلمين لا نؤمن بأي أحزاب سياسية أو انتخابات برلمانية، بل نؤمن بنظام حكم إسلامي تبسط فيه الشورى وينتشر فيه العدل، مضيفاً: سبيلنا لتحكيم الشريعة هو الجهاد في سبيل الله، الشريعة تحرر الإنسان، كل الإنسان في كل الأرض، من قيود فرضت عليه وقوانين وضعها البشر. في الرابع عشر من رمضان من العام نفسه، بدأت حكومة نور المالكي في العراق بإنشاء جدار خرساني عازل على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا لمنع تسلل المسلحين، وفق ما أفاد مسؤول عراقي. وأوضح أن قوات حرس الحدود وبقية الأجهزة الأمنية الأخرى باشرت في إنشاء جدار خرساني على طول الشريط الحدودي مع سوريا بطول 10 كيلومترات وبارتفاع 3 أمتار كمرحلة أولى. في الرابع عشر من رمضان من العام نفسه، قررت مصر إعفاء السوريين من جميع رسوم تأشيرات الدخول إلى أراضيها ومنحها إليهم مجانية، وذلك بعد أن كانت فرضت هذه التأشيرات على السوريين مطلع الشهر الجاري. وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت قرار الحكومة المصرية بفرض تأشيرة دخول على السوريين، مبينة أن هذا الإجراء يتعلق بالظرف الحالي والمؤقت الذي تتعرض له البلاد.
في الرابع عشر من رمضان من العام نفسه، أفاد ناشطون في حي الخالدية المحاصر بحمص والذي يتعرض لهجوم كبير من قبل قوات النظام السوري وعناصر من حزب الله اللبناني، أفادوا أن قصفاً بعدة صواريخ اليوم استهدف مسجد الصحابي خالد بن الوليد، مما أسفر عن تدمير مقامه بشكل كامل. وقد أظهرت لقطات مصورة ومشاهد تم تناقلها عبر شبكات التواصل الاجتماعي تكسر المقام وتحطمه بفعل استهدافه وتحول المقام إلى ركام. وجاء في رسالة نشرت عبر إحدى تنسيقيات مدينة حمص وموجهة للثوار ما مضمونه: لقد شهدت الدنيا لكم باعتنائكم بالأثار الشريفة والدفاع عن الصحابة، وإن أبناء حمص قد أبلوا بلاء عظيما في الذود عن مسجد الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه. وأضافت الرسالة: نحن أهالي مدينة حمص من علماء ووجهاء وثوار، نناشدكم يا أحفاد محمد الفاتح، يا أحفاد السلطان سليم، أن تسرعوا للدفاع عن أعراض أهل حمص، وأن تعلموا أننا جعلنا مسجد سيدنا خالد بن الوليد أمانة في أعناقكم.